اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا ارحم الراحمين التمحيص والغربله قبل ظهور الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ما هي الغربله وما هو التمحيص؟ الامتحان والاختبار والابتلاء فلسفه وجود الانسان هي مرحله الامتحان بسم الله الرحمن الرحيم الفلاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم القرآن الكريم يوضح بصورة واضحة وجلية ليس الإيمان أن يدعي الإنسان أنا مؤمن أو أنا مؤمنة وإنما الواقع العملي والسلوكي حياتنا اليومية وجودنا في داخل البيت تعاملنا مع بعض تعاملنا مع الله سبحانه وتعاملنا مع الناس تعاملنا مع بعضنا البعض تعاملنا مع الاخرين انما يختبر الانسان في كل صغيره وكبيره ويحاسب الانسان على كل صغيره وكبيره وقبل ان ندعو ان ذلك تشددا ليس تشددا وانما الامتحان والاختبار رب العالمين جعل نظام لهذا الانسان فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره مثقال ذره يعني لو كان هنالك شيء يوضح للانسان غير الذره واصغر من الذره الله تبارك وتعالى لمثل بذلك الشيء هكذا بقيه امور حياتنا ايضا في نفس الدائره ان شرا فشر وان خيرا فخير الامتحان في الدوائر الحكوميه في موضوع الرشوه في المناهج الدراسيه في داخل السوق التعامل مع الناس كل صغيره وجودي في مواقع التواصل لما ادخل من ملف الى اخر من منشور الى اخر اي شيء أن انظر اكتب اسمع كل ذلك لديه رقيب عتيد كل حركه كما النظريه العلميه تقول كل فعل له رده فعل كل عمل محرم صغيرا او كبيرا البعض يقول هذا محرم صغير مش مشكله اذا عملناه بمجرد ان تعتبر المحرم الصغير محرم صغير يتحول الى كبير بمجرد استصغار الذنب يتحول الى ذنب كبير الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يتعامل بدقه مع الناس الامام في عصره لا يحتاج الى شهود الامر في حكومه العدل الالهي في عصر الامام المهدي لا يحتاج الى شهود وانما الامام يعلم بعلمه وبعلم الغيب ويحاسب الانسان على ذلك الامر المعادله اختلفت لما يظهر الامام صلوات الله وسلامه عليه يتعرض الانسان الى تمحيص والى غربله وساتي على الروايات قبل ان اقرا الروايات في موضوع الغربله والتمحيص كل واحد منا يعرف نفسه يعرف ايجابياته وسلبياته طاعه لله تبارك وتعالى نعوذ بالله في اي مكان انا عصيت الله ارتكبت ذنبا اهمالي في تطبيق امر الله كما ان البعض يهمل صلاه الصبح صلاها او ما صلاها وصارت قضاء وبعدين نصليها شو المشكله هي البعض يتماهل في قضيه اكل الحرام ياكل رشوه يقول هذه هديه ولكن هو يعلم انها رشوه انت تخدع الناس بكلامك ولكن لا تخدع رب العالمين ان الانسان على نفسه بصيره ولا تخدع نفسك. الايمان ليس بهذه اللحيه. الايمان ليس باثار السجود. الايمان ليس بالصلاه والصيام. الايمان لما تكون جوارحي مطيعه لله تبارك وتعالى. هذا المعيار. وهذا الاختبار وهذا الامتحان كل البشر يدخلون. الامام المهدي سلام الله عليه لا يضم الى مجموعته. من الأصحاب والأنصار والنقباء والنجباء والأخيار والأبدال لا يضم أحد إلا بعد أن يمر بتمحيص بغربلة بامتحان الإمام يعلم حقيقة الإنسان ولكن لكي يكون حجة عليه وعند الناس أيضا قضية الإمام المهدي قضية دقيقة فيتطلب منا ان نكون دقيقين ايضا في سلوكياتنا وفي اعمالنا. اليوم عزمونا عرس وحطوا اغنيه وانا انحرجت انحرجت نزل مستواك انتهى الموضوع. وهذه معصيه تنحرج مع الناس ولا تنحرج مع الله تبارك وتعالى. تنحرج مع الناس تسمع الغيبه ولا تنحرج مع الله تبارك وتعالى. فإذا الامور تقدر بقدرها إنا كل شيء خلقناه بقدر الامور دقيقة تريد ان تكون من أصحاب الامام تكون من انصار الامام يكون لك موقع ومكانة عند الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف إذن اعمل اعمل لتسوية حساباتك مع الله سبحانه وتعالى راجع اموالك، مصادر المال اللي عندك. انظر الى تعاملك مع الاخرين، تعاملك مع الله. انظر الى تاديتك الى الواجبات والفرائض. كثير من الامور الدنيويه اللي احنا نعيش فيها محل نظر. كثير من الامور تخضع للمصلحه. تخضع للانانيه، تخضع للشخصانيه. بعيدة كل البعد عن الله تبارك وتعالى، كل البعد بعيدة عن الله عز وجل. احنا نفكر بمصالحنا ونفكر بعلاقاتنا مع الاخرين ومصالحنا اللي تمشي. احنا همنا فلان وفلان وكيف نكبر هذا الراس ونصغر هذا الراس. شلون نعطي مجال لهذا وشلون نقمع هذا. شلون نفسح المجال لهذه الجماعة ونضرب هذه الجماعة. شلون نرفع هذه الصورة وننزل هذه الصورة؟ هذا الجهل المطبق جهل تسمونه ما تسمونه هذا الجهل قضية الإمام المهدي عند التعصب مو تتعصب لإنسان دون الإمام المعصوم تتعصب للإمام المعصوم فقط وغير ذلك باطل غير ذلك باطل وهذه مشكلة الأمة الآن في عصر الغيبة الابتعاد عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشر ابتعادهم الناس الناس ما عنده غيرة على الإمام ليش ما عنده غيرة لأنه يأكل حرام لما يأكل حرام ما عنده غيرة على الإمام لما يرتكب المعصو المحرمات والمعاصي ما عنده غيرة على الإمام صلوات الله وسلامه عليه لذلك الذي يدعو كثيرا بتعجيل الفرج كان رجل كثيرا ما يدعو اللهم عجل لوليك الفرج اللهم اجعلني من أنصاره ويصر على الدعاء في يوم كان يدعو الله وكان ساجد تعلمون أن أفضل الطرق وأقرب الطرق إلى الله بين حالتين بين حالة السجود لله والقنوت والسجود أهم من القنوت السجود كان ساجد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج وإذا شعر هذا الإنسان وكان في بيته شعر أن هنالك إنسان موجود رفع رأسه شاف إنسان ذو هيبة ووقار وجلال من أنت؟ قال أنت ماذا كنت تدعو الآن؟ قال كنت أدعو لتعجيل فرج الإمام وأن أتشرف بلقاء الإمام قال أنا إمامك أنت الإمام المهدي أنت سيدي أنت مولاي قال أنا إمامك المهدي أتريد أن تكون معي؟ قال نعم يا ابن رسول الله هذه أمنيتي سنوات أنا أدعو لتعجيل الفرج هذا التمحيص وهذه الغربلة وهذا الامتحان مستعد لذلك؟ يلا تفضل قال تريد أن تكون معي؟ قال بلى قال بشرطين قال أمرك سيدي ما هو الشرطان؟ قال أولا هذا البيت اللي هو بيتك وأنت جالس فيه هو في الواقع كان لمجموعة من الايتام. الايتام فقدوا ابوهم واجى خالهم اخذ هذا البيت واغتصبه منهم وباع هذا البيت لك وهذا البيت ليس لهذا الخال وانما لهؤلاء الايتام وانت جالس في مكان غصبي لابد ان ترجع البيت الى اصحابه. يا ابن رسول الله انا ما عندي علم. هذه مشكلتك أنت ما عندك علم مشكلتك مشكلتك أنه ما تدري يا ابن رسول الله ما عندي علم كيف ما الطريق ماذا نعمل هذه مشكلتك إذا ما هو الحل قال له الإمام عجل الله تعالى فرجه الحل أن ترجع هذا البيت إلى أصحابه الأيتام فكر الآن كل واحد من عندنا بالنتيجة تعبان 20 30 40 50 سنة مجمع كما يقولون كم فلس مجموعة من المال مجمع في هذه المرحلة الصعبة اللي الان احنا نمر فيها جمع اموال واشترى بيت الان الإمام يقول له هذا البيت مو إلك زين أنا مغبون مشكلتك مغبون أنا مخدوع هذه مشكلتك المفروض تذهب وتحقق بالنتيجة هذا يرجع إلى أصحابه فكر ماذا يصنع شلون ثلاثين أربعين سنة أنا أشتغل وأعمل إلى أن كونت هذا البيت الآن لازم أعطيه الإمام قال شر تكون معاي ترجع هذا البيت إلى أصحابه فكر قال لا بس معليش مو مشكلة نرجع هذا البيت طبعا هذا بالقول سهل بالقول سهل ولكن بالتطبيق اذا نريد نطبق هذا الامر الامر ليس بالسهل فقال لا باس يا ابن رسول الله ارجع البيت الى الايتام ما الامر الثاني؟ قال الامر الثاني اخطر من هذا الموضوع قال ما هو؟ قال هذه زوجتك وام اولادك نعم يا ابن رسول الله هذه رضعت معك في ايام الطفوله يعني ماذا يعني هذه اختك بالرضاعه زوجتك اختك في الرضاعه وما المطلوب الان المطلوب ان تنفصل عنها هذه قصه كبيره مشكله هذه مشكله يعني انفصل عن زوجتي ام اولادي صار لي عشرين سنه ثلاثين سنه معاها وعندي اسره وعائله تبينت هذه اختي بالرضاعه طأطأ برأسه طلع برا من البيت راح بالشارع أيها الناس يا عالم يا ناس ناس اجتمعوا خير قال هنالك رجل غريب في داخل البيت رجل غريب في داخل البيت الناس دخلوا إلى الدار ما وجدوا أحدا صفر بالامتحان صفر بالامتحان هذا الإنسان هذه غربلة هذا امتحان الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أن مرحلة ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجة تسبقه مرحلة غربلة لهذا الإنسان وألا ادعاء الإيمان كل واحد يقول أنا مؤمن كل إنسان تقول أنا مؤمنة أنت لبست حجاب وضعت عباء على رأسك يعني صرت مؤمن لا هذا جزء بسيط انت انسان راح تصلي صلاة جماعة صرت انسان مؤمن لا لما تأخذ تعطي الناس اموالهم هذا جزء من الايمان لما الانسان عندك حق شرعي عندك ان تعطي حقه هذا هو الايمان وإلا ان تدعي الايمان هذا امر سهل جدا وكثيرون الذين يطبلون على ايمانك فاذا غربله وتمحيص كثير من الناس نحن نتصور هذا في قمه الايمان ولكن في اول امتحان يسقط وانسان بسيط وعادي مثل ما يعبرون ما يجي بالعين انسان بسيط من اهل الله ولكن هذا قد يكون من المقربين عند الله اعطيكم مثال اخر عن الابدال الابدال ذكرت لكم الأبدال هذه مجموعة تكون مع الإمام في بعض الروايات سبعين واحد بعض الروايات ثلاثين واحد كلما يموت منهم يستبدل يستبدل بآخر الآن موجودين هؤلاء أيضا ضمن دائرة الغربلة في قضية الإمام المهدي رجل طالب من طلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف يقول أنه إحنا كنا في مدرسة موجودين والصحيات كانت موجوده وكان رجل خادم مثل ما يعبروا عنه فراش ناطور في المدرسه هذا جلكم جل الله ياتي بالابريق بالابريق يعبي ماي ويخلي قريب على الحمامات والطلبه لما يجون يستعملون هذا الماي عرفتوا ماذا يعمل احد الطلبه يقول منتصف الليل اليوم من الايام انا منتصف الليل نظرت إلى غرفة هذا الفراش هذا الناطور وإذا وجدت أن الغرفة مليئة بالنور للوهلة الأولى تصورت أن هذا ال... هذه غرفة هذا الرجل احترقت النور مو طبيعي يقول رحت اقتربت وجدت لا هذا نور آخر ليس نار وليس احتراق هذا نور وسمعت هم همهمة خليت ابني يسمع تهمهم كلام ولكن ما فهمت الكلام يقول ساعة من الزمن ورجع الوضع عادي طرقت الباب على هذا الفراش هذا الناطور طلع نعم كأنه كان نايم قلت له لا تعمل نفسك نايم أنا شفتك شنو شفت هنالك نور قال أي نور قال اسمع إذا ما تخبرني الموضوع راح أخبر كل الطلبة الموجودين فخبرني شنو فيه اعطيني التفاصيل. قال له زين انا اعطيك بشرط واحد. ما دام انا موجود في المدرسه ما تخبر احد. قال نعم خبرني ما هو؟ استمعوا جيدا. هذا يحتاج الى الانتباه. هذا الكلام اللي تسمعونه راح يخلينا نراجع نفسنا. يخلينا نراجع سلوكياتنا. يرى أن راجع علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة اللي احنا نصليها راح يخليك ما تقتنع بيها هذا الصلاة اللي فيها أفكار مشتتة يمين وشمال حتى الوضوء اللي نتوضا ما راح نقتنع فيه هذه زيارة نزورها الإمام الحسين ما نقتنع فيها هذه التسبيحات شايفين الناس لما يسبحون بعد الصلاة سبحان 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 مو سبحان الله سبحان شنو هذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى تسبيح صحيح ما نسبح ذكر لله مثل الناس ما ما نعمل ثم نريد ان اي دعاء ادعو الله يستجيب دعائي مباشره واذا الله ما استجاب بعد ما زور خلاص اقطع العلاقه بعد ما زور الامام انا رحت عند الامام وطلبت من عنده وما اعطاني شوف هذا يسمى بعدم المعرفة هذا يسمى بماذا؟ بعدم المعرفة الإنسان اللي عنده معرفة بأهل البيت عليهم السلام مستحيل يخطو بهذه الخطوة على كل حال قال أنا أقول لك بشرط ما تخبر أحد ما دام أنا موجود بالمدرسة قال زين قال هذا رسول من قبل الإمام المهدي قال من قبل الإمام المهدي جاي عندك أنت يعني أنت ناطور فراش تعبي ماي وتجيب الحمامات وانت تبين انت ولي من اولياء الله انت من المقربين للامام المهدي ومصيبته وخجلته كيف كنا نتعامل معك بهذه الطريقة في يوم القيامة ستظهر الامور سيبين انه الناس البسطاء العاديين اللي لا يحسب لهم حساب كانوا في قمة الإيمان والمكانة والكبار اللي نحسب لهم ألف حساب ولا شيء شكلين بألف ملف حساب دقيق من قبل الله تبارك وتعالى قال نعم واحد من الأبدال توفاه الله مرحلة من الدنيا تم اختياري من قبل الإمام أن أكون محل هذا الإنسان وبكرة الظهر أنا سأرحل منكم ولكن لا تخبر أحد أعطيتني وعد ما تخبر أحد يقول أنا رحت رحت يوم الثاني ما تمكنت انام الى يوم الثاني الظهر شفته يرتب اموره يغسل ثيابه يعدل شغلاته كل شيء يرتب يجهز كانه واحد يريد يسافر شلون يسافر غسل ثيابه يعدل اموره يتحمم هو يقول ساعة الظهر قال عند الاذان انا واقف انظر اليه انظر الى حركاته وسكناته يقول عند الاذان صارت عندي شغلة بسيطة بمجرد ما انشغلت رجعت شفته مش موجود راح هذه غربله يغربل يطلع هذا الصفو، زين. ما في مشكله، ناخذ اتصالات ونقرا بقيه الروايات ان شاء الله. الاخت مريم من بغداد، تفضلي يا اخت مريم. اخت مريم, مريم تفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا عبد الرحمن عندي سؤال حول الامام المهدي. ايه تفضلي اختي. انا اعرف ان العلامات الحتميه مال الظهور خمسه هاي العلامات الحتميه مال المهدي يعني انت مره يعني ذكرت بمحاضراتك قلت تشتري هذا الكتاب مال من المهدي الى الظهور والقروب تثقفوا انا دائما اتابع محاضراتك حتى بالجامعه طبعاً احنا على الانترنت واتابعها الله يبارك فيك الله يسلمك دكتور يعني دائما اسمع من الشيخ وهاي يقولون يعني الشمس تشرب من الغرب انه هاي هم من العلامات شنو شنو يعني هو الشمس تشرق يعني أكثر الاتجاه يعني نعم صحيحة من العلامات هذا كلام غير صحيح، طبعا هذه من العلامات غير الحتميه، مو من العلامات الحتميه، انا حتى في كتاب مهدويون الان عملت فصول ركزت على موضوع العلامات الحتميه، حتى في كتاب مهدويون فصل موجود في العلامات الحتميه وفيها تفصيل عن ذلك حتى لا تنشغلوا بموضوع العلامات العلامات غير الحتمية وأنا ما أتحمل مسؤولية الآخرين مو كل إنسان إجا تكلم في قضية الإمام شوفوا هاي العلامات الحتمية وغير الحتمية صفحة 337 في كتاب مهدويون ذاكر بالتفصيل أنا ما أتحمل مسؤولية إنسان آخر وأرجو أن لا تذكري اسم اليه أه ما أتحمل مسؤولية صحيح. الآخرين كل واحد يتكلم في قضية أنا أذكر أي شيء كلام عندي روايات موجودة عن أهل البيت عليهم السلام أهل البيت يقولون هذه رواية الحتمية هذه القضية اللي ذكرتيها لا تعتبر من العلامات الحتمية يعني قد تكون قد لا تكون والله العالم حتى العلامات الحتمية قد يكون فيها بداء يعني الله تبارك وتعالى في وقته قد يغير ظهور الإمام المهدي هذه نقطة دقيقة جدا ظهور الإمام المهدي ما في بداء مئة بالمئة ولكن علامات الإمام طبعا هذا كلام دقيق أهل المعرفة والمتابعين للقضية المهدوية راح يفهمون كلامي، قد أن الله تبارك وتعالى يغير في ذلك. كما في الروايات الشريفة والله العالم، نعم. زين أه شيخنا أه بس بلا زحمة يعني هم دائما يقولون أه الإمام المهدي راح يقتل، الإمام المهدي ما راح يخلي واحد، الإمام يعني هذا الكلام غير صحيح. أنا أتمنى من عندك يعني تتكلم وتحكي يعني عن عن الرحمة مع الإمام المهدي عن التغييرات الاقتصادية أي شيء أي شيء يعني أريد حلقة كاملة تبين إن شاء الله يعني الإمام المهدي قد رحيم الإمام المهدي رحيم قبل الأمة الإمام يعني هواي أشياء بدك تبين بيها ماني يعني أشوف برمضان هم تلزم هيك الحلقات يعني حتى واحد ورا الفطور هم يعني على أشياء هم يستفاد من إمام زمانه يستفاد بالمعرفة صحيح. واتمنى من عندك. بارك هذا. الله فيك، شكرا مريم. الله يبارك فيك يطول شكرا في فيك. شكرا مريم يعطيك العافيه شاء الله أهلا وسهلا. طبعا كلام الاخت مريم كلام صحيح وانا تكلمت اذا متابعيني بالحلقات هذه يمكن احنا بعد بعد العاشره اكثر من عشر حلقات الان نتكلم في هذا الموضوع، نتكلم عن رحمه الامام المهدي، عن رأفه الامام المهدي، قلت ان رأفه الامام بنا اكثر من رأفه اهلنا، يعني اكثر من رأفه ورحمه امي وابي. باكثر من رحمه الام برضيعها. الامام عنده رافه وعنده محبه والكلام اللي يق يقال انه يقتل الامام وهذه الدماء هذه لتشويه سمعه الامام وهذه روايات اسرائيليه يحاولون انه يشوهون بالعكس العالم منذ ادم والى الان العالم ما مر بحاله امن وامان وهو سيكون الامن في عصر الامام المهدي. السلام لن يكون إلا في عصر الإمام المهدي الأرض ما أخرجت خيراتها وبركاتها تخرجها في عصر الإمام المهدي السماء تنزل خيراتها في عصر الإمام المهدي في عصر الإمام المهدي فقير ما موجود يعني تبحثون عن فقير حتى تتصدقون عليه ما موجود يعني ماديًا نفسياً الإمام القلوب اللي فيها أحقاد تزول العقول غير المكتملة مكتملة يمسح الإمام على العقول فتكتمل فإذا بالعكس الإمام إمام الرحمة والمودة وإمام التوبة حتى الإنسان الخاطئ المذنب الإمام إذا ذهب الإمام تائبا الإمام يتوب عليه زين الأخت أم عباس من الديالة تفضلي أخت أم عباس أم عباس تفضلي أختي الو تفضلي تفضلي انت على الهواء مباشرة الو تفضلي تفضلي السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام اسمعك حجية تفضلي تفضلي شيخنا يقولون من زمان الامام المهدي تكنولوجيا كل واجب نعم ماكو تكنولوجيا الطيارة ما يطير <applause> نعم يقول من زمان إمام مهدي تكهلون هي ما يتحرك نعم حتى حي و... و ويجي جوع سيدنا يقول يجي جوع شيخنا في, في كل الاطفال جوع الكبار جوع ماكو اكل زين يعطيك العافيه خلاص عندك سؤال اخر ام عباس؟ اي 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 إيه إيه تفضلي شنو بعد؟ ماكو بعد يلا يعطيك العافيه اولا اللي يقولون ان التكنولوجيا تنتهي تتوقف هذا كلام غير دقيق وكلام غير صحيح بالعكس الامام عندنا بالروايات وانا ذكرت اللي تابع البرنامج ذكرت ان الامام الان حرفين هذه كل التقنيه والتكنولوجيا بحرفين فقط الامام لما يظهر 25 حرف ياتي بنفسه يعني 27 حرف يصيروا يعني التقنيه والتكنولوجيا في عصر الامام المهدي لا مثيل لها في عالم الوجود فموجوده التقنيه والتكنولوجيا وهذه وكاله يقولون ويقولون احنا الى متى يقولون ويقولون اسمعوا الانسان اللي يقول لكم شيء اي انسان اعطيكم الان قاعده اي واحد يقول شيء قل شنو المصدر روايه عن الامام مباشره هذا الكلام اللي تقوله ومروي عن الامام يقول اي نعم قل اعطيني المصدر حتى يعرف انه مو اي كلام واحد لازم يسمع بعدين انه الجوع هذا اي جوع من من وين هالكلام هذا كذب الامام المهدي الارض تخرج كل خيراتها الان ذكرت كل خيراتها تخرجها السماء كل البركات يعني الخير والبركه تعم على العالم ما صارت ابدا في عالم الدنيا اي جوع اي سم بالعكس كل المعلومات اللي واصله لكم عن الامام المهدي معلومات خاطئه، البعض قال انه انا سمعت ان الامام المهدي يعني اذا يعني راح يظهر ما يقبل التوبه، من يقول ما يقبل التوبه؟ من يقول هذا الكلام؟ بالعكس الله يقبل التوبه، الامام المهدي ما يقبل، بالعكس الامام المهدي يقبل التوبه ايضا. نعم. الاخ ابو مهدي من البصره تفضل اخو ابو مهدي الاخ ابو مهدي من البصره تفضل اخي السلام عليكم عليكم <سلام> السلام <سلام> ورحمه الله حياك الله مشتاقين شكرا شكرا حبيبي الشيخ احد العلماء المعاصرين الان عنده فتوى يقول هذا فتوى من عندي انه لم يلتقي بالامام مهدي لا عالم ولا وجيه عند الله يعني هذا الشيء صحيح يعني تمام أقول صحة؟ يعني أنا أيضا في كتاب الآن في كتاب مهدويون ذاكر مجموعة من الأسماء بس إحنا اللي عدنا الآن من النادر أن عالم في أيام حياته يقول أنني التقيت بالإمام كل كل التشرف بلقاء الإمام يصير بعد كل المرحله يصير بعد وفاته يعني كثير من العلماء التقوا بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وبعد ما رحلوا من الدنيا عرفنا ذلك حتى لا يصير ان الانسان يريد يفتخر امام الاخرين اريد اقول بهذا الكلام هذول الجماعات اللي يقولون احنا التقينا بالامام وشفنا الامام هذا كلها اكاذيب عموما قضيه اللقاء بالامام المهدي موجوده وهنالك من العلماء وهنالك من المؤمنين يعني أنا ذكرت مثلا علي بن مهزيار العلماء الآن قبره موجود في الأهواز إسماعيل الهرقلي كان من أهل الحلة إنسان مؤمن عادي الحاج علي البغدادي كان من أهل بغداد كثيرون التقوا بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نعم عدنا اللقاء الإمام بس عموما اللي يلتقون في أيام حياتهم ما يقولون السيد مهدي بحر العلوم قصص كثيرة موجودة في المقدس الأردبيلي الملا أحمد المقدس الأردبيلي كثير من القضايا التقى بالإمام هذا الكلام الذي يقال وتسمعه كلام غير دقيق والأمور اللي الآن واصلتنا تدر لا أن هنالك لقاء يكون لقاء بالإمام ولكن الأعم الأغلب بعد رحيلهم يخبرون ذلك يعني في حياتهم ما يخبرون أحد بذلك ممكن سؤال ثاني شيخنا تفضل أحسن. تفضل ابو مهدي تفضل رحم الله والديك، الإمام الحسن عليه السلام عندما استشهد قالوا له بني أمية يعني طلبوا من عنده أنه يقتل في مكة المكرمة رفض الإمام الحسن أنه يستبيح دمه في مكة المكرمة تمام؟ نعم زين الإمام الحج عليه السلام شلون يرضى أنه نفس الذكية راح تقتل بين الركن والمقام اللي هو بمكة شوف اولا بالنسبة الى كل هذه الامور قضايا تتعلق بالله تبارك وتعالى. يعني الامام الحسين نحن نعتقد نحن نعتقد اخ ابو مهدي ان ان الامام الحسين عليه السلام نحن هذه عقيدتنا، الامام الحسين عليه السلام كان يعلم بمقتله لانه عنده علم الغيب لما سال محمد بن الحنفية شنو قال له؟ قال له انت تعرف هؤلاء القوم غدروا بابيك وباخيك. قال شاء الله ان يراني قتيلا زين لماذا تاخذ النساء معك؟ قال شاء الله ان يراهن سبايا اذا الامام كان يعلم ذلك قضيه مقتل ذي النفس الزكيه الامام لم يقل لهم اقتلوه في هذا المكان ولكن هم يقتلوه في هذا المكان هذا الامر يتعلق بالله تبارك وتعالى يعني كل هذه التدابير هذه الامور امور مربوطه بالله تبارك وتعالى استشهاد الامام الحسين مكان استشهاد الإمام الحسين مقتل ذي النفس الزكية إنما هذه أمور تتعلق بالله تبارك وتعالى ونحن ضمن دائرة الخبر يعني رواية نقراها عن أهل البيت لا نتمكن أن نفسر كل شيء يعني كل شيء ما نقدر نقول ليش وشو السبب هكذا و... أراد الله تبارك وتعالى نعم بس العفو يعني المقتل النفس الزكية قبل الظهور وبعد الظهور يعني احنا ذكرنا عدنا ظهور الامام في المدينة وعدنا قيام الامام في مكة القيام العلني اللي الاصحاب يجتمعون من كل مكان اللي يظهر انه من علامات يعني كيف نعرف ان الامام ظهر راح تصير هذه الحادثة يعني بالنتيجة راح تكون مع بداية القيام المقدس للامام صلوات الله وسلامه عليه يعني حتى العلامات الحتمية الاخرى يعني السفياني واليماني والخسف البيداء البعض يقول راح تصير في اسبوع واحد البعض يقول في شهر واحد بالنتيجة في فترة متقاربة جدا كل هذه العلامات راح تصير وكلها راح تكون ايام الظهور حياكم الله عزيزي الله يبارك فيك زين الان هذه الرواية اللي مروية نتكلم يعني كلامنا ما زلنا نتكلم في موضوع الغربله والتمحيص هذا الكلام اللي اذكره حري بنا جميعا نهيئ انفسنا يعني لما اقول قضيه غربله و... يعني الغربله شايفين هذا المحلات اللي يبيعون حنطه وشعير وقمح وحبوبات مو هذا عندهم غربال الله سبحانه وتعالى يغربل العباده لان الامام المهدي مو كل انسان سيكون مع الامام يغربل يفصل الجيد الصالح عن الطالح، الجيد عن السيء، يفصلهم وهذا امر يدل على ان قضيه الامام المهدي وقضيه الظهور قضيه دقيقه جدا. وكل واحد من عندنا لما يسمع هذه الروايه المرويه عن الامام الباقر عليه السلام يرويها جابر الجعفي. جابر الجعفي وما ادراك ما جابر، جابر كان من حواري الامام الباقر. وجابر منزلته من الامام الباقر منزله سلمان من رسول الله صلى الله عليه واله يعني كيف قال رسول الله في حق سلمان المحمد سلمان من اهل البيت جابر هكذا كان للامام الباقر وكثير من القضايا التي تدل هذا من الاوتاد كان من قمه الاصحاب وله مكانه ومنزله عظيمه عند الامام سلام الله عليه هذا يدل انه احنا ما دام هنالك في امتحان يعني انا في بلدي في امتحان اسافر خارج بلدي في امتحان انا انسان متمكن وثري في امتحان فقير وما عندي في امتحان انا وضعي الصحي جيد في امتحان مريض في في كل حالاتنا انا بالبيت في امتحان بشغل التلفزيون في امتحان ادخل على مواقع التواصل امتحان عيني بامتحان اذني بامتحان لساني بامتحان هذا الدائرة دائما الانسان اذا يحاول يعمل ركلجة الانسان اللي يحاول يعمل دقة وتحكم ممكن ممكن ليش ما ممكن بس يحتاج ارادة من عدنا زين بعد ما قرأنا الرواية الكنترول يقول عندنا اتصال الاخ حسام من الديوانيه، تفضل اخ حسام. عليكم السلام عزيزي حياك الله وبياك. تفضل. تفضل. يعني هذا سؤال بالله عليك اخ حسام، هو هذا سؤال ينسئل. رحم الله والديك. رحم الله والديك، هذا سؤال ينسئل هو يعني انت يا عزيزي تتكلم عن الناس دجالين وناس هذول اللي يتعاملون مع الجن والجماعة اللي يتعاملون يا اخواني يا احبتي الله يحفظكم الله يعطيكم العافية لا تروحون لهذا السيد وهذا الشيخ وهذه العلوية وهذا اللي يفتح كتاب وهذا اللي يقول عندك تابعة وهذا كله عمي كله كذب ودجل الجأوا إلى محمد وآل محمد الجأوا إلى الله تبارك وتعالى أي شيء أنتم عندكم ضعف عندكم مشكلة لا تروحوا لهؤلاء الناس الناس يتعاملون مع الجن يتعاملون مع الشياطين هذول اللي يسوون سحر الجوا إلى إمام زمانكم هذا اللي يروح إلى هؤلاء الناس يسمون نفسهم روحانيين هذا الدجالين هذا إنسان دين ما عنده إيمان ما عنده إذا كان عنده إيمان لجأ إلى الله مولانا شنو الكلام نعم إذا عندك إيمان بالله تبارك وتعالى إذا عندك إيمان بالإمام المهدي تستغيث بالإمام عندك مشكلة عندك قضية والله أرد الزواج كل ما يتقدمون إلي ما يصير هذا الزواج تروح إني إيه عند تابعة كذب فات دكاكين يسحبون أموالكم وأنتم بعد أيضا ما شاء الله عليكم أروح للإمام الحسين ما يصير عندي ذريه اروح للامام الحسين اخذ من تربه الامام الحسين الامام الصادق يسميه الدواء الاعظم متروح لهؤلاء الدجالين لا اله الا الله الروايه عن جابر بن يزيد الجعفي قال قلت لابي جعفر الباقر سلام الله عليه متى يكون فرجكم متى يكون فرجكم متى الفرج يعني كانه يحكي تعبنا ملينا كل هالقهر هالأذية هالضغط هالظلم هالفساد متى الفرج يا ابن رسول الله قال له الإمام هذه رسالة لنا جميعا هو يتكلم جابر في ذاك الوقت علشان يوصل الرسالة لنا الإمام يقول هيهات هيهات لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا هذا اي غربال؟ اي غربال هذا يا ابن رسول الله؟ اي شلون؟ شلون تتصورون؟ تصورون قضيه هكذا تمشي الامور مثل ما تتصور؟ تصورون انتم على هذه الانتماءات اللي عندكم هالفئويات اللي عندكم هالاصنام الدنيويه اللي تركضون وراها وتكبروها وترمزوها وتلطمون عليها وتعملوا المشاكل عليها وتضربون الآخرين عليها حتى تغربلوا كل كفخة تجيكم وقتها وقتها تجي هسه الآن تجي أيضا إن شاء الله بس أكمل الرواية كنترول ما شاء الله متابع هذا في شي جدا جيد يشوفني أقرأ الرواية يقول بس تخلص هيهات هيهات لا يكونوا فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربل يقولها الإمام الباقر عليه السلام يقولها ثلاثا حتى يذهب الله تعالى الكدر ويبقى الصف كدر يعني شنو يعني الأوساخ هذه الأوساخ هذه الغيبة التهمة النميمة هذه الأمراض النفسية هذه الأحقاد هذا الكلام على الناس هذا الأكل الحرام هذه الرشاوي هذا الفصل حتى نخلص من هذا، حتى يذهب الله تعالى الكدر ويبقى الصفو الطاهر المصفى الجلي، نعم اعطيني كنترول اعطيني الاتصال. الاخ ابو حكيم من الناصريه، تفضل ابو حكيم. الو تفضل عزيزي. سلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل. شيخ عبد الرضا الله يحفظك ان الله. اهلا ابو حكيم متصل بنا من قبل قاعد اشوف اسمك موجود من قبل حياك الله وبياك الله يوفقك يا عزيزي الله يوفقك الله يوفقنا الله الله يوفقك الخدمه صاحب الأكبر يا الله وفقك. يا أرضى. الله يا الله الله يرضى عنك جميعا ويرضى عنكم ان شاء الله صاحب الامر سلام الله عليه الله يحفظك الله يحفظك عزيزي تفضل ابو حكيم خويا الله يوفقك الامام الصاحب سلام الله عليه يقول حرب الجماعه تهديكم قدم تفضحا لي من قبل. هذه الفكره فاحنا نصيحتك ان مجالس الحسين لا علاقه بالامام المهدي. اكيد يعني اذا انسان الشباب إذا مثلا نقيم مجالس الحسين ونبكي على جد الحسين، هل تقرب الإمام المهدي؟ هو هو في عمل يا عملية. ابو حكيم يا اخويا هل هنالك عمل أروع من البكاء على الحسين يا هو هذا سؤال يا أبو حكيم الله يحفظك يقول فلأندبنك فلا صباحا ومساء ولا عليك بدل الدموع دما هذا الإمام صاحب العصر والزمان يبكي دما على جده الحسين لا شك هذه نعم أكيد المجالس الحسينية مية بالمية أصلا لازم أفضل أفضل. نكثر أكيد المجالس الحسينية هي عنوان لتطهير النفس لتطهير القلب للتقرب يعني إلى الله الله يبارك فيك والله يا أخوي أقسم بالله ورسول الله ونحن ما تتصلوا ممكن هواي ناس شيء والله بذمتي يعني إلى يوم الدين أكو شباب هواية يعني طوروا علاقتهم كل ما بدهم ثلاثة لذلك تحبه وخصوصا الانسان اذا يقيم مجلس الحسين في بيته. نعم. احنا عزيزي اخي العزيز ابو حكيم الله يوفقك ان شاء الله بارك الله فيك شكرا على مشاركتك لا شك احنا عدنا الوسيله الوحيده الان الى شبابنا هي المجالس الحسينيه اخواني اهل الهيئات والمواكب جزاكم الله خيرا الله يبيض وجوهكم بيضت وجوهنا بهذه المجالس بهذه المواكب سواء في بغداد ما شاء الله المواكب في بغداد وفي الوسط وبالجنوب ما شاء الله على هذا التنظيم على هذا الترتيب على إقامة المجالس ولكن مهم أقول كلمة أنا مع مجالس الشور انتبهوا مجالس الشور هو اللطم السريع أنا أقول أنه هذه المجالس جيدة ولكن غير صحيح نعمل مجلس لطم ما نجعل في محاضرة ومن نجعل في مجلس الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا أيضا يقول الإمام الصادق عليه السلام أتجلسون وتتحدثون فإني أحب هذه المجالس أحبتي أنت لما نسوي مجلس الشور أو مجلس لطم وما تخلي في مجلس ما تخلي في روايه ما تخلي في حديث ما تخلي في موعظه انت ما قاعد تعمل بالطريقه المطلوبه اللي اهل البيت يوصون عليها انتو تمتثلون لاهل البيت ولا تمشي على رايك ولا تمشي على مزاجك المجالس اذا ما كانت في المساجد وما كانت في الحسينيات وما كانت في المواقف في بيوتكم بالبيوت اعملوا مجالس وهذا مهم البكاء على الامام الحسين ذكر مصيبة الإمام الحسين يدفع البلاء عنكم يجلب الخير والبركة والرزق لكم هذه المجالس مهمة وهذه لا شك أنها تمهد لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف فإذا كل أهل المواكب الله يبارك فيكم مجلس بس تسوي مجلس لطم أهل البيت ما يريدون هذا العمل فقط يريد من عندك سو مجلس بكاء ولطم ولكن يكون في مجلس في موعظة هالشباب اللي قاعد يلطم إذا هذا الشباب ما تعطيه عقيدة لا تعطي عقيدة سليمة إذا ما تعطي القرآن الكريم ما تعطي روايات أهل البيت ما تعرف بأهل البيت ما قيمة هذا العمل قيمة عمل الإنسان بالمعرفة بالعقيدة السليمة هذا الإنسان بكرة أي إنسان يمكن يجيب له فكر آخر ينحرف لانه هذا الانسان نعم يحضر في هذه المجالس ولكن ما عنده عقيده واكثرهم ما عندهم عقيده للعلم من وين يتعلم العقيده؟ يعني بالله عليكم اليوم شبابنا يقرؤون كتب يعني هذه الكتب الموجوده مثلا كثير من الكتب اللي موجوده يقرؤون الكتب ما يقرؤون فاذا المجالس مهمه مجالس وأيضا ذكر مصيبة الإمام الحسين وبعد نعقد مجالس لطوم وتعملون شور ما في مشكلة ضمن الضوابط الصحيحة ضمن الضوابط الصحيحة في كل عمل تعملوه نحن مع الشعائر الحسينية ولكن اعملوا عمل اللي يرضي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لا تتفنن على كيفك ولا تصير على طريقتك منو؟ الأخ أبو نزار من الديوانية، أبو نزار تفضل. بعد عيني أهلاً، السلام عليكم. حياك الله عزيزي أبو نزار، هلا بالحجي. بعد راسي أردت على الشيخ على حول النفس الذكية. أي معاك الشيخ تفضل. أي على النفس الذكية نعم اللي بين الركن والمقام قبل الخروج، بعد الخروج، حتى توضح للناس أكثر. نعم. أي هذا سؤال أحسنتم، أحسنت. أنا الآن نعم. أجبت على هذا السؤال قضية ذو النفس الزكية هي من علامات ظهور الإمام سلام الله عليه نعم. الذي يدل أن الإمام هو الذي ينصبه الإمام ينصبه على مكة فيجتمعون النواصب عليه ويقتلونه يعني هذا بعض ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ومن دلالات ظهور الإمام أيضا نعم نعم قبل خروجه من المدينة إلى إلى مكة في وجوده في مكة الإمام طبعا الإمام الإمام لما يكون في مكة ينصب هذا الإنسان ذو النفس الزكية ينصبه على أهل مكة ثم الشيعة في المدينة يطلبون النصر من الإمام الإمام يخرج من مكة ويذهب لنصرة الشيعة في المدينة لما يخرج الإمام يجتمع عليه فيقتلوه عرفت الموضوع شلون صار؟ النفس الذكية اي نعم اي نعم الامام ينصبه والنواصب يقتلونه الله اي نعم ان شاء الله القصاص جاي اكيد اكيد ما إن شاء الله ان شاء الله القصاص جاي المؤمنون شيعة امير المؤمنين ابطال شيعة امير المؤمنين اللي بالروايات هؤلاء الذين ثبتوا على العقيدة انتم الابطال انتم رايتكم مرفوعه ما قصرتم مع اهل البيت وان شاء الله ما تقصرون حضوركم للمجالس والمواكب والعقيده هذه هي الامور الصحيحه والله يحفظك ويحفظ اهل الديوانيه الطيبين وكل المؤمنين انا صاحب موكب الطفل الرضيع ما شاء الله الله يوفقك الله يوفقك ان شاء الله واللي يسرنا من ذلك لانه هو من نقرا كتاب عن اسرار الامام علي عليه السلام يقول خلقنا قبل ان يخلق الخلق ب عام. اي نعم. نعم. واشتقينا انا ومحمد اشتقينا من نور الله. احسن اكيد اكيد من نور الله. يعني هذا هذا ما يصير دليل للناس الباقيه، ما يصير دليل لكذا، ليس للشيعه. يعني الارضيه كلها. ابو نزار الناس نعم. اللي ما يتبعون محمد وآل محمد في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا كان هابيل وكان قابيل نعم. قابيل وهابيل كانوا موجودين كان فرعون وكان موسى كان إبراهيم وكان نمرود الحق والباطل دائما موجود نعم نعم نعم, نعم. فالانسان الحمد. اللي عنده نطفه طيبه وطاهره اكيد يكون مواليا لامير المؤمنين نعم لا. واللي ما يكون عنده هذه النطفه الطاهره اكيد يكون معاديا لهم كل من هو معادي لمحمد وال محمد اقراوا في الروايات هؤلاء ابناء الحرام الى نطفه من الحرام كل انسان لا. يعادي اهل البيت وعند ناصب العداء هؤلاء بنص حديث رسول الله هؤلاء ابناء حرام هسه الحمد لله يلا بارك الله فيك حياك الله نقرا الروايه ونختم بعد ان شاء الله زين نختم بهذه الروايه عن الامام الصادق عليه السلام انه قال والله لا يكون الذي تمدون اليه اعناقكم حتى تميزوا الامام تمدون اعناقكم يعني الشيء اللي تبحثون عنه شنو يعني يعني قضيه ظهور الامام المهدي لا يكون ذلك حتى انتبهوا حتى تميزوا وتمحصوا هذا الغربال بطريقه ثانيه التمييز الحق من الباطل الصح من الخطا وتمحصوا ثم يذهب من كل عشر شيء ولا يبقى منكم الا الاندر واضح يعني اللي يبقى مع الامام المهدي لازم يكون طاهر. اللي داخل في داخله حرام لازم يطلعه. اللي ماخذ ما اموال حرام لازم يرجعها. اللي بذمته صلاه لازم يقضيهن. اللي بذمته صوم لازم يصومهن. حيله شرعيه لا تذهب يمين وشمال. كن هكذا مع صاحب الزمان وكن هكذا مع الله تبارك وتعالى. ولا يبقى الامام الصادق يقول يقول ولا يبقى منكم الا الاندر. ثم تلا هذه الايه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين دعواتي لكم بالتوفيق والسعاده واشكركم على هذه المتابعه في هذه المحاضرات المهدويه ان شاء الله بكره عندنا حديث راح يكون حديث مميز راح نتكلم في حركه الامام المهدي من الكوفه الى الشام الى فلسطين والحرب اللي تصير مع الجهات الاخرى علشان شوي نطلع من البحوث اللي فيها روايات شوي نعطيكم بعض القضايا اللي راح تصير بعد ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه، اللهم ارض عنا امام زماننا وفقنا لنيل رضاه، دعواتي لكم بالتوفيق والخير والسعاده، ان شاء الله دائما نكون تحت الرعاية المباركة لسيدنا ومولانا الحجة بن الحسن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج في امان الله.